اهلا بيكم فيديو جديد على قناة هاوزات. النهاردة هنتكلم ازاي نطلع اللون اللي هو الازرق التيفاني او الشزري اللي هو اللون ده، ماشي. وطبعا في قائمة الالوان هو بيكون في اخر القائمة خالص، اللي هو اللون الازرق التيفاني هنطلعه عشان تبقى انت شايفه اهو ده، تمام. بس دي الدرجة الفاتحة منه، فاحنا هنجيب الدرجة الغامقة او ايا كان يعني بالظبط الدرجة ايه، فاحنا دي اللي هنطلعها وهنشوفها معانا. فيلا بينا. اول حاجة احنا هنحضر وعاء، والوعاء ده هيكون نستعمل في اللون البلاستيكات فقط لا غير. البلاستيكات هنحط فيه كمية بسيطة، تعالى تمام كده. ده بلاستيك مطفي هنبدأ نشتغل عليه. تكوين الألوان في البلاستيكات عشان تبقى أنت متعلمها أفضل وبيكون أسهل من الألوان الزيتية، والألوان الزيتية إحنا عاملين وهنعمل سلسلة كاملة إزاي نقدر نركبها، فتابعنا وتأكد إنك أنت مفعل الجرس ولايك كلمتين ويلا بينا. أول لون بنبدأ بيه واللي هو اللون الأحمر، بس تركيبة الألوان اللي هي المائية دي بتحتاج إنك أنت ترجها كويس جدا، فترجها وتأكد إنك أنت راججها الأول وبعد كده تبدأ تقلب لون واحدة واحدة. لو انت مش دقيق ابدأ استخدم سرنجة، مش عيب خالص، ولكن انا الصراحة لا افضل السرنجات اللي هي السرنجة اللي هي زي كده، تمام، سواء بقى المقاس الصغير او المقاس الكبير، ولكن انا مش مع السرنجات. ليه؟ لانك انت انا مع اللون اللي انت بتشوفه بدرجة عينك، يعني احنا عايزين نوصل للون ده، تمام. انا هقول لك ايه هما المواد او ايه هي التركيبات او التركيزات اللي احنا هنشتغل بيها، لكن كم ملي و و و بتتوقف على نسبة البلاستيك او نسبة الحاجة اللي انت عايزها، كميتها، حجمها قد ايه. طب اول لون هنبدا نشتغل بيه بعد التجليب هو الاحمر، وهنجلب قطرات خفيفه جدا جدا، بس يكفي يكفي يكفي، وهنبدا نجلب. عايز تجلب باي مكان اللي هتجلب بيه، اهم حاجه موضوع التجليب. ثواني كده، ثواني نجيب حاجه نظيفه ايا كان اللي انت هتجلب بيه، ولكن اهتم انك انت يكون التجليب بتاعك تجليب جيد، المزج يكون المزج بتاع البلاستيك يكون كويس، ما يبقاش فيه لون لسه قاعد في الوعاء بتاعك لسه ما اتضربش ولسه ما اتخلطش. طيب تقريبا كده احنا خلاص وصلنا لان هيكون مزجنا اللون بالبلاستيك بتاعك، ودي اول درجه واول لون احنا محتاجينه. طيب وخلي بالك لان انا هعملهم لك هنا كده في فاتوره بره في الخشبه دي، ثواني كده اطلعها لك علشان تبقى انت شايف كل حاجة. دي اول درجة وعملها لك هنا كده اهو بالشكل ده، فتبقى انت شايف اول حاجة احنا عملناها ايه وبالدرجة اللي احنا شغالين بيها. بعد كده احنا خلاص خلصنا الاحمر، اتأكد انك انت قفلته تمام وانك انت مسحت الدنيا عشان ما نتبهدلش والدنيا تغرق معانا. ندخل بعد كده في اللون اللي وراه، واللون اللي وراه هو اللون الاصفر، الاصفر العادي مش الاصفر الجمالي، الاصفر العادي. نفس الكلام هتحطه كويس، وبعد كده بتبدا تفضي منه النسب اللي انت عايزها، النسب بتكون بسيطه. وهتبدا تجلد الفكره الاصفر، لا الاصفر ده هنا كميه ضعيفه مش كبيره، هنكتر شويه تاني زي ما قلت لك، انت بتكون عينك هي المقاس. فكرة الأصفر هنا إنك أنت بس تكسر شوية من حدة اللون الأحمر، ربما مش هتكون ظاهرة معاك في الكاميرا ولكن هي باينة معايا هنا. بعد اللون الأصفر اللي أنت هضفته هو أصفر بسيط مش كبير، هتضيف الوجه اللون نفس التركيز أو نفس الكمية اللون الأزرق. اللون الأزرق من الألوان الرئيسية، فتخلي بالك وأنت بتبدأ تفضي لأن هيأثر معاك. عادي جدا انك انت تضيف الدرجة اكتر من مرة. تعالى بس احنا قبل ما ندي اللون الازرق هوريك الدرجة دي، ابدأ اجلب بقى اللون الازرق بتاعك الجميل. هتقولي طب انا لو كنت ضفت اللون الازرق على الابيض كان هيديني الدرجه دي؟ لا، احنا بنعمل حاجه اسمها، وافتكر الكلمه دي كويس، تشبع للون.
لان ممكن توصل للون بحاجه اسمها ربع صبغه او نص صبغه، بس مش هيكون متشبع. لكن انت بتوصل لدرجه اللون اللي هي موجوده في دايره الالوان اللي انا قلت لك من بره بالدرجات اللي هم كاتبينها. طب بعد ما جربت، بعد ما جلبت اللون بالشكل ده، هتبدا تديه برضو فاتوره كده قدام عينيك عشان تبقى انت شايف الدرجات اللي انت وصلت لها. اخر لون هتضيفه كده، احنا ضفنا 3 الوان، اللون الاولاني اللي هو الاحمر، بعد كده اللون الاصفر، وبعد كده اللون الازرق، واخر لون اللي هو هيظهر الدرجه اللي احنا عايزينها طبيعي هو اللون الاخضر، والاخضر المشبع ده، وتبدا تضيف. ما تكبسش باللون، مش هينفع، لازم تديه يعني تاخدها درجه درجه، لازم تاخدها درجة درجة وتقلب كويس جدا. طيب دي درجة، درجة بس، دي درجة فاتحة جدا يعتبر، او بعيدة شوية عن اللون اللي احنا محتاجينه ده، فانت هتضيف نسبة اخضر تاني. اللون بدأ يظهر معاك، بص بعد ما انت ضفت نسبة الأخضر تاني، خلي بالك ده مش لون تركواز عشان تبقى انت بس ايه ظابطة معاك، شايف دي مع الدرجة دي تقريبا كده انت واضحة معاك، غير اللي هناك شايف دي، دي لأ غير دي. وتعالى بقى أوريها لك في الكارتيلا الكبيرة، يبقى انت بص هوريك بس في الكارتيلا الصغيرة دي مهمة. تدريج درجات الألوان مهم عشان توصل للدرجة النهائية دي، شوف بدايتها ايه اصلا، وما تفتكرش ان دول مش مهمين، لا لو مش مهمين مش هتنزل في دايرة الالوان النهائي، مش في دايرة الالوان، في التوزيعة بتاع تكوين الالوان نفسه. تمام، كل ما انت هتضيف اللون الاخضر كل ما هتجرب برضو من الدرجة دي، ولكن احنا هنكتفي باللون ده وهنبدأ بعد كده نحطه على الحائط وهتتفرج عليه. يلا بينا هنجيب وعاء بالشكل ده علشان نعرف نحط فيه الرول، واللي هنشوفه كمان شوية يكفي الكمية دي تماما. يعني نمسح بس الحاجات اللي وقعت دي عشان ما نبهدلش الدنيا. طيب شايف دول، هنجيب الرول اللي هي زي دي الصغيرة وهنملاها بالبلاستيك. لو انت ممكن تكون شايف مثلا انك انت لسه ما شبعتش الدرجه او اللون، لكن رغم ان انا شايف ان هو خلاص يعني ان احنا مش هنحتاج كميه كبيره، فتعالى نقلب عليها كده بس. شكرا يا باشا، وتتاكد انك انت الدنيا تمام كله مشبع. تعالى على الحيط، عملنا على الحيطه هنا فاتوره، وعملنا الفاتوره اللي جابليها دي تبقى تدخل على الفيديوهات وتبقى تشوف ايه شكلها. هنبدا نمشي عادي جدا بالشكل ده، احنا بس عايزين نشوف الدرجة على الحيطة هتكون شكلها ايه، بنحاول ما ننزلش تحت. ودي الدرجة بقى احنا ما خلصنا، وطبعا التسيير اللي من تحت دي عبهدلت الدنيا. المهم فشايف الدرجة دي طبعا مختلفة عن الدرجة اللي قبليها، ولكن خلينا نركز في الدرجة دي. الدرجة دي هتبقى برضو في الصورة او في الفيديو هتكون اغمق او مختلفة في الواقع، ولكن ادي الدرجة بالظبط، استنى كده اهي بالشكل ده اهو، شايف هنا غير على الحيطه دي الدرجه اللي احنا اهي ادينا مطلعينها. لكن لما بتيجي بتبدا تركزها في الحائط بعد الجفاف بتبدا تكسر او تغمق درجه، لكن بالتاثير اللي هو الدرجات اللي انت بتعملها بالتركيبات والتركيزات اللي انت بتحطها بتوصل معاك بالدرجه دي اللي هي نفس اللون اللي احنا مطلعينه هناك. لكن مع الحائط لازم هتلاقيها غمجت معاك درجة، سواء كان المطفي أو اللامع،
يعني طبعا لو البلاستيك اللي انت شغال بيه مطفي بيكون ليه ترك يعني بيكسر درجة، ولو لامع بيخف درجة، فلازم تبقى انت عارف نقطة زي دي عشان وانت شغال لازم تكون مراعيها، لازم تكون مراعيها. لكن الدرجة الطبيعية هي دي، تمام كده. تعالى نرجع هناك اللي هي دي، طبعا واضح هنا في الإضاءة الدرجة دي مع دي، وكمان دي انت لو انت عايز توصل لها اكتر هتضيف لها نسبة اخضر تاني مش نسبة ازرق. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت وصلت لغاية هنا فاللايك كلمتين، وما تنساش تتابعنا علشان تشوف باقي التركيزات وباقي الكابتلات اللي احنا هنكونها. وبكده وصلنا لغاية نهاية الفيديو، اشوفك على خير، سلام.